ضيفنا اليوم غني عن يعني التعريف يمكن طبعا عرفتوه يعني أو عاده يعني, يعني يعرف بانه هو شخصيه هادئه عقلاني يملك الحجه في كل ما يطرحه لكن الشخصيه الاخرى بانه هو ما شاء الله يعني مثل ما نسميه بالكويتي خفطينه ويعني والدعابه ما قصر من ويانا وزير الاعلام الاسبق سامي عبد اللطيف النصف. طبعا ما جاء في التقرير ما يكفي حقه او حتى يمكن مشواره الطويل ومسيرته الحافله بالانجازات حياك الله ابو عبد اللطيف معنا الله يحييك اختي نجله والله يحييك اخي محمد ويمكن اضم صوتي طيب. لكم في قضيه تعزيه الشعب المصري نعم. الشقيق طيب. وانا اعتقد انه يعني الله يستر فيما يجري بالمنطقه يمكن شهدنا مثل هذه الاعمال بالعراق بعد 2003 من طيب. محاوله تفجير المجتمع عبر بالفعل استقصاد فئه من فئاته بالالعاب بالاعمال الارهابيه نعم فرجعنا او يعني بودنا ان ينتهي هذه هذه الماسي لنا باذن أراد. الله أميل أميل. طبعا اليوم راح ناخذك في ثلاث محاور اول محور راح نبتدي معه هو الطيران طبعا كونك أم. رئيس لمؤسسه الخطوط الجويه الكويتيه السابق وابن هذه المؤسسه خلنا نقول شو نقدر نرجع الخطوط الجويه الكويتيه الى الرياده الطائر الازرق نعم. والتميز اللي كان فيه نعم انا اتصور انه ما يعني نتكلم عنه اللي هو الكويتيه ينطبق كذلك على كثير من مؤسسات الدوله نعم. الكويت ترهلت للاسف وهذه يعني مو قضيه ندعيها لا الواحد كل المؤشرات يراها انا اتصور البدايه الصح اللي هي اقرب لاساسات البناء اختي نجله يعني اذا بتبني بيت لازم تحط حديد وسمنت وخرسان ما تقدر تبني بيت بدونها فالكويتيه وحالها حال المؤسسات والشركات الاخرى تحتاج الى ان نختار الاكفاء الامناء الاذكياء اللي بالفعل يستطيعوا بفكرهم والرؤى مالتهم ان يخلقوا رؤيه تصل بالكويتيه الى المستوى اللي الواحد يطمح له. قضيه هامه جدا عبر السنوات الماضيه تحول مفهوم المؤسسه والشركه العامه اللي أساسا ما فصلت وأعطيت ميزانية خاصة وطلب منها العمل بشكل تجاري إلى وزارة أخرى يعني نسينا أن القصد منها أن تضيف للمال العام لا. اللي صار انه مع الزمن مع العقود الماضيه الكويتيه وغيرها يعني حتى لا نكون مستقصدين الكويتيه لا. اصبحوا جميعا مترحلين وفيهم كل امراض العمل الحكومي اللي اساسا ما فصلت هذه المؤسسات والشركات الحكوميه الا ليكون عندها نوع من المرونه كي تتحول إلى الربحية بالنهاية حتى تضيف للمال العام ولا تصبح على عليه الآن إحنا والسنوات القادمة نحتاج إلى تطبيق هذا المفهوم على جميع المؤسسات اللي بالدولة أن تتوقف عن الاعتماد على المال العام جميعها أنت قاعد تديرها بطريقة مثلى فيها ربح تبقى وتستمر أنت قاعد تحولها إلى أمر مترهل أمر لا يحقق ربحية عليك أن تبتعد ويؤتى بفريق أفضل حتى تبدأ هذه المؤسسات والشركات تصبح رافد لدعم الميزانية العامة للدولة اللي الآن تعاني من عجوزات ضخمة غير مسبوقة الكويتية يعني... ضمن لا. اختي نجلة ضمن لا. هالمفهوم جيب الرجال الصحيحين طور عملها اليوم في يعني الطائرات احنا عملناها قبل كم سنه اليوم لا. في طائرات جيده جي جديده اليوم حتى البترول سعره بالحد الادنى اليوم كان 120 دولار اليوم بحدود 40 كل شركات العالم قبل ثلاث اربع سنوات مجموع ارباح شركات الاياتا لا تتعدى مليار دولار الان 35.6 مليار دولار لان انخفاض البترول اللي هو يشكل حوالي 40 45 من كلفه التشغيل فعندك فرص ذهبيه صحيح حتى تقفز بالكويتيه ثم تقفز كذلك بالمؤسسات الاخرى بالدوله. اتمنى ذلك. <applause> هذا دايما للي نتمنى بس احنا ودنا شوي ايضا نسولف عنك ابو عبد اللطيف يعني ما شاء الله من كثر ما تحب السفر والطياره يعني هذا الجواز الموجود بجيبك هني ولا, ولا لا لا مو جواز لا لا <applause> هذا حط فيها أحط فيها الاوراق والقصاصات اللي بتذكر ممتاز على الحين <applause> يعني <applause> 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 على الحين نبي الذكريات لكل شخص قصه ساعه سالتنا شنو تخصصي شنو تخصص <applause> نجلة. نجله فانت هل بدات بحب الطيران ولا كان في قبله يعني دوائي والله هذا سؤال هام اخي محمد منذ ذاك الوقت البعيد الى اليوم مرحله ما بعد الثانويه ما يؤهل الطالب للذهاب او ضمن برنامج مختص يقول لك انت افضل ان تذهب الى مجال الطب انت افضل تذهب الى مجال الهندسه او الطيران وغيره من ذاك الوقت البعيد الى اليوم ترى ما سوينا كذي ولهذا السبب ندفع الاثمان لان الواحد يروح فقط لان نسبته عاليه 98% قصب روح طب اقل شويه روح هندسه وكذا بالتالي ما يعني ما اقدر اقول انه والله كان في تاهيل خلاني احب الطيران بس كان في امور احنا كنت انا صقير في مدرسه الشرقيه قدامنا كان الطيارات هذه الخفيفه كان اول بالكويت في نادي طيران على فكره نعم. واشوف الطائرات هذه حبيتها لما خلصت التنوية رحت اول شيء النفط بعدين فتحوا الباب الكويتيه فجت في بالي فكره انه بما ان الواحد يولد في يوم ويعني ويت... ينتهي اجله في يوم ليش ما اروح مجال الطيران خلني اشوف العالم نعم. فدخلت الطيران حبا بهذه والحقيقه يعني سعدت وكنت سعدت انا ذاك ولا زلت اسعد بذكريات الطيران بالفعل <applause> لفيت العالم وهذه قضيه مهمه <applause> نعم. كانت تعطيني فرصه ان ازور المكتبات في لندن وامريكا نعم. وغيره وذاك الوقت ما كان في السوشيال ميديا بحيث نرى الصحف نعم. والكتب فكانت متعه يعني حقيقه <applause> حبيتها الى اخر يوم وخافوا يعني عليك مثلا الاهل بان لا تروح لا في طياره <applause> ويعني والفيلم اللي نسويه احنا الكويتيين <applause> الحقيقه والدتي كانت الاكثر قلقا <applause> يعني, <applause> يعني, والدي بعد ما طول انا وانا اثناء دراستي بالطيران صار له حادث وتوفى الله يرحمه <applause> <applause> والدتي كانت بالفعل متخوفه جدا بس قلت لها هذا عمل وانا داخله برغبتي وبحبي وراح اكمل <تصفيق> المسيره <تصفيق> هذه <تصفيق> ابو عبد تتذكر اول رحله طرت فيها؟ <applause> والله اتذكرها ولها وين قصه كانت إلى وين كانت؟ الى الهند الى الهند مم. انا اقول شيء قبل لا اسافر لانجلترا مم. بالكويت والدول العربيه مم. الشتاء برد مم. رحت بريطانيا الشتاء كمان برد صح. رجعت كان بشهر واحد فبرد بالكويت وبرد بريطانيا مم. حطوني اول رحله مم. الى الهند فاخذت كل الاصواف الجميله مم. اللي عندي <applause> والهاي نك الصوف والجاكيتات واروح الهند انا <applause> طبيت <applause> ولا ذاك الحر الرطوبه الهند ما ذاك الوقت ما كان يعني كنا نسمع عن الهند السفن تذهب لها بس ما نسألهم مش كان الجو ما دريت ان الجو بهذا الحر وبعدين كانت عموما دعوه سريعه للسفر كمتدرب بوقت قصير فاخذت الملابس الموجوده اذكر خليتها رحت دورت لي ملابس قطنيه خفيفه الهند طرق الوزاره المفروض الوزاره تشرب بعد كلمنا عن امكانيات امكانيات الطيار الكويت يعني اللي قارنا قديما حديثا إيه. هل تطورت امكانياته قطعا انا انا جدا من المؤمنين بان سنه النشوء والتطور انه يومك افضل من امسك وانه اجيالنا الحاضره يا رب. وهذا ما اقولها بهاللقاء كتبتها اكثر من مره نعم. انا اعتقد اجيالنا الحاضره افضل من اجيال الامس رقم كل شكوانة نعم. الا والله الاول مو مثلنا احنا حارين نشتغل من الصبح لليل الولد هذا هذا النوع م... اللي دائما نسمع إيه. الجيل كل كذي يا ابو عبد الله انا اقول لك شيء اختي نجله لو كان او الأبنة نجله لو كان هذا صحيح قد يعني انه اجيال الحاضر افضل منه، انت مالك ليش انت كنت تعمل بنفسك هذا الشيء؟ ليش انه تعتقد انه الدنيا قد تنتهي بكره يعني هذه الحده والشده وهذا جيل اليوم قد يكون افضل منك، عرف انه الامور ما تتاتى بالحده السابقه وبالتالي هو يعني ياخذ وقته وغيره، بس هو اكثر تقدما لاسباب عده، اولا انتشر كثيرا خريجي المدارس الخاصه، أي. فاصبح متمكن من اللغات، متمكن من من الكمبيوتر، م. لديه البادره الانشتف يعني كثير الان من المطاعم والمحلات وحريمي بناتي يبيعوا ببيت، يعني هذا مو جيل اعيب عليه انه سيء، بالعكس لا. انا اشوف انه هذا الجيل ممتاز وجيد جدا وفارق الاجيال ترى قضيه دائمة يعني حتى الآباء اللي يشتكون من الأبناء ترى آباءهم كانوا يشتكون منهم إن هذول الأبناء ما أدري شلون الله خالقهم كل هو ما يكون وأنتوا والأجيال راح لا. تقول حقا بعدها بس سنة الخلق وسنة النشوء والتطور قطعا أبنائنا اليوم افضل منه أي نعم فانا إذن انا شايف ان كفاءه الطيار الكويتي جداً. اصبحت افضل جدا جدا انا اعتقد انهم افضل وهم الان الى هذه حقيقه ولان كمان يستخدموا وسائل الكمبيوتر وسائل التواصل الحديثه فلديهم قدره للوصول على للمعلومة بافضل من الاجيال الماضيه فانا مع انا انا في مجال الطيران وغيره انا من المؤمنين بشده قضيه الاجيال وتداول قضيه المسؤوليه وانه حتى الاطباء الان وغيره الطبيب هذا اللي بالثلاثينات وال35 و واربعين قد يكون افضل من اللي عمره 70 وكذا هذا لانه متعامل مع وسائل الحديثة حديثة هنا فأنا مع الشباب ومع دعمهم أنت جميل جميل نطلع <applause> فاصل وإن شاء الله, الله بعدها مكملين حوارنا مكملين حوارنا مع الاستاذ سامي عبد اللطيف النصف ومثل ما ذكرنا او عرفنا في في بدايه الحلقه قلنا وزير الاعلام الاسبق اذا ننتقل لهذه الفتره ابو عبد اللطيف إيش كثر قضيت كم سنه كانت لا لا مو كم سنه كم شهر كم شهر شهرين ثلاثه أه. يعني فقط. حدث, إيه حدث ظروف صحيه وجدت آه. انه نعم. من الواجب انه لا اجلس في مكان وانا لا استطيع ان اقدم ما يفترض ان يقدم م. وخاصه ان كانت مرحله حرجه جدا آه. آه. من مراحل العمل السياسي بالكويت كانت الازمات والاستجواب يعني مخاض وانك تبقى برا الوزاره تتعالج لمده طويله بالخارج أه. وجدت انه لا صحه فيها هل ياتي احد لربما يعني يساعد زملاء الوزراء ويساعد كانت تركه ثقيله و... هذا شعور راقي منك باب لطيف وتحمل فعلا خلينا نقول للمس المسؤوليه احساس عالي بالمسؤوليه خلينا نتكلم شوي عن الاعلام الكويتي احنا لازلنا نبي آه... هذه التجربه بالرغم من, من قصرها لكن اكيد خلينا نقول زرعت في نفسك شيء عن الاعلام هناك دراسه نشرت قبل فتره عن تراجع الحريات في الاعلام الكويتي وانت كتبت عمود في هذا إينا الموضوع، إينا شنو رايك؟ انا اتصور انه هذا امر واقع يمكن باشكال عده يعني سواء ما يحدث بالسوشيال ميديا من يعني ملاحقات قضائيه، ناسين انه السوشيال ميديا الشاب او غيره ما عنده مستشار قانوني مثل الجرايد يعني، بالتالي لازم يكون في نوع من السعه. بس عندهم محامي، كل واحد عنده محامي. منو؟ للسوشيال ميديا. لا بعدين بعد ما يكتب يعني اليوم قبل ذلك كانت الكتابة لازم مكان احترافي له الصحيفة تدز مقالك إذا الصحيفة شاعرة أن المقال هذا قد يكون في يودونه حق المحامي مال الجريدة لا ويقول له لا, لا, لا. لا الآن وصلنا أو قفزنا إلى مرحلة الشاب صغير قاعد بغرفته أهله حتى ما يدرون ويكتب وبعدين طبعاً يطلع إنه في كتابته يعني نوع من القفز او كذا يحاسب وهذا انا اتصور انه في هالشق هذا المفروض يعني يتم التفهم مع تفهم الكامل الى انه ما يصير في تعدي او غيره بس انه علينا ان نعطي مساحه اكبر لان مثل ما قلنا ما عند انا اهم لربما اقول ان الدوله كان عليها كمان ان توعي الشباب بخطوره هذه القضيه يعني مثل ما صارت توعيه للشباب عن حوادث المرور عن المخدرات يعني دائما نوعيهم قبل لا يقعوا بالحفره. نعم. انا اعتقد انه ما صار توعيه بما فيه الكفايه في قضيه السوشيال ميديا وخطوره ما يكتب والمساءله القانونيه عليه، كان المفروض انه كمان شلون ابو عبد اللطيف الى درجه بان الحين صارت في جرائم الكترونيه ويعني وتحاكم أنا ف... شلون يعني ما تمت التوعيه؟ التوعيه لا لا التوعيه هذه انت تتكلم عن الشق العقابي نعم. توعيه انك مثل ما سويت حق المخدرات وحوادث المرور وعيتهم وحطيت رسائل بوسائل الاعلام جمعيات تنبه وهالاشياء هذه وفلاشات وكل مدارس شيء كل شيء هذه نفس الشيء تجي تقول والله مثل ما انت شعرت انه والله الان في عالم جديد وفيه مخاطر جديده على الشباب تقوم الوزارات المعنيه داخليه اعلام عدل ان تنبه ترى انت مسؤول عن الكلمه اللي تكتبها انت كذا هني فيما بعد اذا قام انسان بعد التوعيه وقام بالعمل هو ذنبه على جنبه بس كان انا اتصور انه أفضل لو أتت التوعية حالها حال التوعية بالمخاطر الأخرى، لأن أطلع هذا الأمر لا يقل خطورة، يعني نعم. وخاصة مو بس على الشاب ومستقبله، كمان على عائلته، نعم. هم قاعدين هل موضوع تراجع الحرية أستاذ فقط تراجع بسبب هذه القوانين الجرائم الإلكترونية أم هناك مجالات أخرى؟ أنا أتصور هذا جزء منها في جزء آخر تتحمله لربما في جزء منها بعض القوى السياسية اللي يمكن ما فكرت على مستوى بعيد لأنه في مرحلة كان هناك نقد وتمثيليات وكذا فالبعض وجد أنه الوسيلة لإيقاف هذه القضايا النقد والتمثيليات وكذا هي بتشديد تشديد او بخلق عقوبة. العقوبات وتشديدها ما فكروا انها بكرة نعم. ترد يعني تعمل بطريق ذو اتجاهين مثل عايزي. ما أنت تريد أنه ناقدك يردع هذا الأمر راح حتى اللي معاك المنضوي تحت رأيتك أنا أعتقد أنه الأمر كان يمكن له أن يكون أكثر مهنية واحتراف نعم. حيث يعني أعطيك مثال بالدول الغربية منذ سنوات بعيدة أقلب القضايا اللي ترفع على المقالات وعلى الإعلام نعم. ترد من جلسه الاستماع الاوليه، لان يعتقدون أن اذا سمحنا لكل شركه كبرى ولكل انسان يرفع قضايا على الجرائد، الجرائد بامكانها تفلس فقط من كلفه المحامين. دعم. فيقول لك لا دعم. القاضي بالجلسه دعم. الاستماع الاوليه لا هذا الاعلام دوره ان ينتقد ولازم تكون في فسحه مو مو بالضروره ان كل اعلامي حاط له مستشارين قانونيين عشان يعرف كلمة كلمة هم. وهذا فأنا أتصور إنه القضية يجب أن تعامل بطريقة أكثر احترافا بس بجي بقفز ايه؟ كمان قفزة إلى الأمام الكويت نعم. قبل خمسين وستين سنة لما كانت الدول العربية كلها مقيدة إعلامها نعم. كانت لدينا فسحة ومساحة من الحرية هم. كبيرة هم. الآن بعد ما ثبت صحة مسارنا وبدأت كل الدول اللي أول ما كان عندها هلأ ثلاث صحف، أهرام أيوة. أخبار جمهورية نعم. ولا بعث قادسية بهالشكل، اليوم كل هالبلدان هذه أصبحت عندها حريات وعندها صحف نعم. يعني لا تعد ولا تحصى وبالتالي علينا أن لا نجزع بالكويت من الحريات، أكثر من ذلك إحنا ما عندنا شيء ضخم نخفيه يعني لا الحكومه ولا كذا عندها والله مثل بالله. ما كان يحدث بالعراق ولا لا بسوريا لا ولا جرائم وناس مقابر جماعيه اللي تقول والله اذا اعطيت الحريات راح طيب. انفضح، صح. ما عندنا كذي والحكومه ما تهزها لا مقال ولا تقريده ولا ولا شيء من من هذا. وانت نعم. عبد اللطيف انت انت حر يعني يعني ما لا يخفى على احد بان انت ما شاء الله يعني جريء وصريح ومباشر ومقالاتك معروفه وهذا دليل على على الحريه عندك في كتابه الكلمه. انا انا يعني جدا اتفق على انه القضيه كمان تتعلق بالمهنيه والاحتراف كمان الواحد عليه ان يكون مسؤول في, في ما يقوله وفي ما يكتبه بس انا اتصور ان الحريات قضيه هامه لان العالم كله متجه للمزيد من الحريات ما يصير احنا نحج حق شيء الناس راجعه والكويت تظل يعني مناره إشعاع حضاري وانا من شويه كنت يعني قبل يوم يومين تكلمت حتى مع المسؤولين بوزاره الاعلام يعني كلموني احد وسائل الاعلام الكبرى بالعالم اللي نود ان نحصل دائما على دعمها ان طلبوا عمل برامج بالكويت ومنعوا فطلع في سوء فهم وكلمت والجماعه رحبوا بان يستضيفونهم احنا لا زلنا بدائره الخطر ولا زال فيلق الاعلام هو الفيلق الاقوى للكويت احنا ما عندنا جيوش عرم رميه فيها ملايين ناس احنا قوتنا باعلامنا والمفروض ندعم الاعلام، نعطي مزيد من الحريات الاعلام، وكذلك نشجع الاعلاميين ولا نكسر اقلامهم، يعني اليوم كل ما يختفي شخصيه اعلاميه بارزه في يوم من الايام راح نحتاجه وما نلقاه، بالعكس المفروض ندعمه ونخليه يطلع الى الاعلام الخارجي نعم يكتب لنا بالصحافه العربيه حتى نرسل رساله ان الكويت ليست نفط. الكويت هي حكمه الكويت هي حضاره وثقافه وفي كل المجالات موجودين في كل موجودين في الفن في الرياضه في الاقتصاد يعني, بدل. دل يعني دل دل تشجيع يعني كمان شد نعم طيب لطيف قبل شوي لما عرضنا التقرير ذكر آه في التقرير علاقتك مع الكاتب الشهير الراحل محمد حسنين هيكل وانا قلت لك يا بختك انك قابلت مثل هذا الشخص وايضا الاعلامي احمد سعيد خلينا نتكلم عن قصه هذا الالتقاء لانه فعلا نعم. ممتع الاول مع الراحل محمد حسنين هيكل الرقم اني انا على وجه النقيض يعني دائما اللي صار ان الاوربت فكروا يعملوا برنامج يمثل فيه الاستاذ محمد حسنين هيكل نعم. وادي النيل اللي هو مصر, مصر والسودان مصر يعني انا امثل الخليج والجزيره العربيه ما شاء طلال سلمان يمثل الشام وما وصلوا الى من يمثل المقرب العربي برنامج بهذا الشكل هذا كان والله كنا اواخر التسعينات آه اول 2001 ما, ما اذكر السنه لا. بالضبط فجمال عنايه موجود يقدم برنامج باوربت هو معد البرنامج فقال لي عليك ان تحضر على اساس نشوف الكيمياء الكيمياء بينك وبين ايه. الاستاذ هيكل وغيره فذهبت حق مصر ورحنا الساعه 10 حق بيت الاستاذ هيكل وقعدنا للساعه واحدة أه على اساس نتناقش يشوف هو توجهي واشوف توجهه واذكر انا قلت له يعني طبعا بالبدايه كان يقول حق الاستاذ جمال عنايه نحتاج الى برنامج مختلف، برنامج غير معناته في موافقه مبدئيه نعم. واذكر قلت له يعني سكت سكت بعدين تدخلت قلت له استاذ هيكل كل البرامج الحوارية بالعالم منها ميد ذا بريس وفي فيس ذا نيشن واي بي سي ويك وكلها هي بالنهاية البيتية. يعني نعم. هذه أعلى وأرقى برامج حوارية بالنهاية مثل هذه هي طاولة مذيعين نعم. وضيوف نعم. ويجري النقاش على القضية يعني ما فيك أنك تستنبط أمور جديدة. اكثر من هذه فهي بالنهايه راح نكون احنا موجودين نعم. شلون راح نناقش القضيه المطروحه هذه مهمه نعم. المواضيع اللي يتم اختيارها مهمه اكثر نعم. من ذلك ما نقدر نطلب من الاوربت هذه وبعدين بدانا طبعا بنقاش انا كان ولا زال وحسيت لنا اوربت بالنهايه سعوديه نعم. كان لازال زال لديه ترسبات الماضي لديه قضيه الحساسيه من المملكه ومن الخليج واذكر والله قلت له قلت له ترى المملكه اللي تعرفها تغيرت على المملكة اليوم يعني والخليج نفسه تغير وقلت له أنا لو منك أزور قلت أنا مستعد أن أقدم دعوة لك حتى تزور الكويت الخليج اللي أنت تسميه دول الأطراف ودول الحضارة ودول, ودول الثروة ودول الثروة والثورة وكذا ترى الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك والزيارة هذا أنا طبعا هم من الأمور اللي كنت أخذها على الأستاذ هيكل أنه يكتب في كثير من القضايا ولا يزور يعني تكلم مرة عن سيناء أنها صحراء وبالتالي يحق للجيش الانسحاب منها لأن الصحراء مقبرة <applause> لمن يدافع عنها أنا زرت سيناء جبال شماء سيناء القضية لا. الفلسطينية أنا شخصيا زرت غزة ثلاث مرات زرت <applause> الضفة الغربية ثلاث مرات زرت لبنان أغلب القضايا اللي تحدث عنها كنت أرجو منها لو يزورها لأن فارق من شاهد لا كمن سمع عشان <applause> تعرف شنو معاناة الفلسطيني إذا ما تروح له <applause> سهله تتكلم عنه من بعيد مصر كذلك فانا اعتقد هذه يمكن اثرت في بعض الامور على رؤى السادة هيكل طبعا كان ليهم تحفظ كبير على رؤاه لما حدث عام 90 91 وكتبه يعني احلام القوه والنصر نعم ما شاء الله وردينا في حينه عليه أنه كثير مما قاله كان يأخذ كل ما يقول النظام العراقي مسلم أي. به وكل ما يقول الكويت دعاوي لا يعرف حقيقتها نعم. هذه مصحيحة بالمرة قبل ذلك حتى أنا كان كنت أكتب من الثمانيات أذكر الله يرحمه أحمد بهاء الدين أبلغ بمقال لما كتب عن خريف القضب عن الله يرحمه السادات ووالدته وكذا زعلت أنا زعل شديد م. وكتبت مقال بحثت فيه عن قضايا هيكل وجدت انه اذا بتبحث بالـ 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 بالام والاب وين يعني هذه قضايا غير انسانيه، لا تطعن كل الناس سواسيه، امه والله ست البرين سوداء بيضاء يعني كلام لا يقال ولا عمرك ذكرته في حياته، فكانت خلافاتي مع الاستاذ هيكل قائمه الى اللحظه الاخيره، البرنامج ما تم اعتقد لانه رؤاه بالنسبه للسعوديه ظلت كما هي لهذا السبب انضم بعدين للجزيره ابان التباين بين الجزيره والمملكه وبعدين نعم. توقف لما عادت المياه لمجاريها بين الجزيره فالاستاذ هيكل له ما له عليه ما عليه نعم انا من اللي يعتقدون ان دوره الحقيقي في تاريخ مصر الحديث اكبر بكثير مما يتوقع ومما يقال نعم. انا اعتقد انه كان مؤثر بالدرجه الاولى م -م. على الرئيس جمال عبد الناصر لان الرئيس جمال عبد الناصر ضابط ما خرج برا آه. مصر وهو عنده كل هالاطلاع بعدين احنا نعرف عبد الناصر بخطبه هو اللي كان يكتب الخطب بسياساته كان هو من يكتب هذه السياسات ف يعني ظليت على تباين والله يرحمه آه. احمد آه. سعيد قصه ثانيه ايه. نعم هنا احنا يمكن ايه. صوره حاليا آه. لهذا الاعلامي نعم شوف احمد سعيد من أخطر الشخصيات لا يقل خطورة عن أستاذ هيكل, هيكل. نعم. أحمد سعيد كان في وقت هو من يتسبب بسقوط الدول والحكومات والانقلابات مم. لأنه كان مسموع بشكل رهيب جدا نعم. الراديو اخترع الترانسيستر وأصبح سهل لأي إنسان في أعلى الجبال أن يسمع مم. ما يقوله وكان شديد الثورية اي نعم، كان شديد الثورية وعنده برامج يتهم بالخيانة وبسهولة الأنظمة خاصة المحافظة مثلا النظام بالعراق، النظام في الأردن، النظام بالمغرب، النظام بالسعودية والخليج. وتأثرت الشعوب وتأثر الضباط وقامت انقلابات بناء على هذا المعطى أن كل الأنظمة الوراثية أنظمة خائنة وكل الأنظمة الانقلابية الثورية هي أنظمة مخلصة. و هذه اثبتت الايام عدم صحتها بس في قصه يعني لها علاقه بصدام حسين وكذا لان انا بكل اللقاءات نعم. هذا البرنامج كان اسمه مواجهه نعم. وانا حتى بالاتجاه المعاكس كن يعني تحت الاضواء دي. حاجه علي نعم. ان ارد ان ارد الاذى عن بلدي لازم. وعن الخليج غير انما برا الاضواء نعم. احنا اصحاب واصدقاء ما نعم. عندي مشكله يقول لي احمد سعيد وهو حي يرزق على فكره نعم. الله يطول بعمره يقول لي اتيت مره بعد ما لجأ صدام إلى مصر أتيت لقيت صدام جالس على الأرض والركابي اللي هو مسؤولة الحزبي قاعد على الكرسي وصدام يشتكي من أنه المصروف ما يكفي لأنه هو يدرس بجامعة القاهرة وهو ساكن بعيد فيقول أحمد سعيد بدخولي وسمعت القضية قلت حقهم ما تحتاجون أنا عندي شقة صغيرة قرب جامعة القاهرة وأطرحها وأقدمها للأخ صدام لا. يقول قبل لا ينتقل إلى شقتي احنا عندنا اجراء حق اللاجئين في مصر نكلم صلاح نصر والمخابرات يحطون اجهزه تنصت ده لازم ده نعرف هاللاجئين شو يسوون فيقول زرعوا الشقه باجهزه التنصت وكان صدام صغير يعني 19 20 لما طالب بالجامعه ف... يقول المستغرب انه بعد سنه اتصل فيني صلاح نصر قال لي اذا تبي شقتك اخذها لانه يقول حاولنا أن تنصت على هذا الشاب اللي هو صدام يقول هذا مدرب استخباراتيا تدريب لا يمكن أن يكون لا يخترق ما يختارك. بالتالي هذا مجند يعني صدام في أحد مدربه في أحد جندة من وقت مبكر وبالتالي استمر الى ان وصل حاكم وعمل من الجرائم ما عمل يعني الرجل هم صدام بس احمد سعيد حقيقه كان لقاء قوي لدرجه اشو انه كان مسجل طاح من الكرسي ولأنه انا كان يعني على موقف النقيض مما قال. ام سالته قلت له طيب الاذاعه ب 67 اسقطت مئات الطائرات قال لي يمكن هذه انا اتعاطف معاه فيها قال لا انا مذيع لما يجيني امر من القياده العامه تقول احنا اسقطنا 300 طياره شو اقول لهم اقول ما هذه هذه قلت له استاذ احمد انا اتفق معك مسؤوليتك بهذه الزاويه لو كنت فقط مذيع بس انت كنت اكبر من ذلك م. انت كنت تثور الحكومات م. وقال لي قال لي انا جيت الكويت ودخلت بالسر الى العراق ابان الثوره على عبد الكريم قاسم فكان دوره اكبر من فقط مذيع يقرا ما يقرأ ما تحته <applause> احنا طبعا مستمتعين جدا بالحديث معك ابو عبد اللطيف فاصل ورادين باذن الله كملين حوارنا مع الاستاذ سامي عبد اللطيف النصف ابو عبد اللطيف آه طبعا لك العديد من العلاقات مع رؤساء الدول آه ونبي نشوف بعض الصور ولو تعلق لنا عليها بعد منك خلونا نشوف الصور نعم هذه الصوره أنا ترى من هنا مع مسعود البرزاني نعم. يخليني أقول لك قصة جميلة طيب. مع مسعود نعم. مسعود البرزاني يقول أنا أشكر الكويت على ما قامت به بالألفين وثلاثة قال أنا احنا بهالمنطقة من ألاف السنين يقول بسبب اضطهاد صدام لنا عمري ما قدرت أسافر بجواز عراقي فيقول بعد الألفين وثلاثة بسببكم وبسبب الشيء الجميل اللي صار بالعراق صار لي أمرين أولا لأول مرة أسافر بجواز عراقي لا. صور أنا من ألاف السنين بالعراق كان كده. أخذ جواز بالقاري بعد سنة يرفضون تجديدة لا. دور لي جواز ألماء وغيره الأمر الثاني يقول أول رحلة رحت لدمشق فجأة ياتي السفير يرحب فيني العراقي مم. يقول انا كشيت لان علاقتي عبر عشرات السنين مع السفراء انه سفراء بلدي نعم. يدوروني عشان يقتلوني مم. فيقول لي نعم. اول مره بسبب التغيير اللي حصل قاعد اسافر الان بجواز بلدي ويرحب فيه. يرحب سفيريني نعم فهذا مسعود البرزاني جميل في بعد صور نعم, نعم. أنا ترى ما أوصل أه مع صاحب السمو هنا نعم صح يعني عذروني ترى هذه بالطيارة نعم. الخاصة أبان عملي مع صاحب السمو اللي هو جامعة بذاته يعني تستفيد من طولة البال المعترك الدولي والسياسات اللي كان فيها ولا زال بعد نظر وأنا يعني من الناس اللي ارى بسبب حتى نشاتي منذ نعم. الصغر في دسمان وهذا ان الاسره الحاكمه هني بعد 300 سنه من الحكم اصبح لديها ما بين بعد النظر والتسامح ما لا تملكه اي اسره كويتيه اخرى. نعم. يعني اليوم حتى اللي صار مؤخرا والبعض اللي استغرب شلون هذا الكم من التسامح انا اعتقد انه هذا الامر الصحيح وشيغل. وهذا الامر اللي تطبعت عليه هذه الاسره عبر 300 سنه واللي يمكن وانا حزين اقول هذا الامر اني ما انا راه عند بعض الاخرين اللي اذا عاد عاد الدهر كله وعاد الزمن كله ما نعم. يصير يا جماعه مجتمع صغير نتباين احيانا بس التسامح قضيه وخصله هامه وهذه يمكن تعقيبي على على الصوره, الصورة اللي نعم. نعم هناك المزيد من الصور استاذ بدر لطيف نعم أنا اللي اللي عنده الوليد بن طلال الوليد بن طلال نعم. احنا كل سنه منذ حدود 24 سنه نعم. دائما نعتمر في رمضان بصحبه الاخ العزيز عبد العزيز البابطين وكنا نلتقي في كل افطار مع الله يرحمه الامير سلطان بن عبد العزيز رجل رائع محب للكويت ونتسحر مع الامير احمد بن عبد العزيز وهذه اللقطه كان الامير الوليد بن طلال زائر للامير احمد بن عبد العزيز و حدثت اللقطه هذه بالسحور في رمضان ما شاء الله ذكريات حلوه بعد نشوف شيء نعم في صور زياده نعم هذا نائب رئيس الجمهوريه اعتقد السوداني هذا نعم. قلت لك انا في البعد هذا والنظر السودان زرناها بلد هذه قضيه هامه جدا زرناها قبل انفصال الجنوب والتقينا بالمسؤولين والتقينا بالاخرين ورفعنا كتاب انذاك هذا 2011 قبل الاستفتاء نعم. اللي فصل الجنوب نعم رفعنا رساله الى الكويت وللخارجيه ولربما قامت بها لان العرب يعني ما قاموا بها، طلبنا ان يسخر مؤتمر سرت فقط لقضيه جنوب السودان لان قلنا انه ذاهب للانفصال، البعض اللي ما يعرفه امرين الامر الاول ان سله الغذاء العربي ليست كل السودان هي فقط جنوب السودان ترى شمال السودان صحراء معدل نزول الامطار فيه ما يتعدى 10 ملي جنوب <applause> السودان جنوب السودان هو 1100 ملي بعدين مساحه جنوب السودان 300 كيلو نتذكر الاندلس ترى 100 كيلو عربستان اللي يعني تباكى عليها العرب ولست في صدد الحديث من انما سبعين الف كيلو ترى لا. فلسطين كلها سبع وعشرين الف كيلو حتى الاسكندرونه اللواء اللي انضم لتركيا وتباكى عليه العرب في مرحله الخمسه ترى مساحته 4600 كيلو مجموعهم 200000 الف كيلو جنوب السودان لوحدها ثلاثمية الف كيلو ذهب يعني ولم يهتم ولا بواكي لها ولم اقول لك حاجه نعم. لطيفه والله بجلوسنا مع بعض القيادات الجنوبيه شوفي سهولة بقاء جنوب السودان لو العرب اهتموا قليلا نعم. قالوا لو السفير الكويتي الله يرحمه عبد الله السريع اللي, اللي يسمونه عبد الله جوبه هذا عبد الله السريع سفير من السفراء التاريخيين ابان الشيخ عبد الله السالم هذا من حبه للجنوب توطدت علاقاته مع زعامات القبائل الدنكه وغيرها الجنوبيه نعم وكان ياخذ المعونات ويروح للجنوب هذا الجنوب اللي هاجرينه ولا أحد يعرفه وقالوا للجنوبيين لو وجد فقط واحد مثل عبد الله السريع جانا وقال ابقوا ضمن الدوله السودانيه لبقينا لان ما وجدوا ريج حلو لا من الدوله ولا من العرب كان المطلوب من المؤتمر القمه فقط ان له لوحات اعلانات حق الجنوبيين يقولون اذا بقيتوا ضمن الدوله احنا كدول عربيه جايين راح نعمر عندكم شويه تلفزيون شويه فضائيه شويه خاطب الجنوبي البسيط ان مصلحتك ان تبقي ضمن وكانت انتهت المشكله اليوم 300000 الف كيلو راحت ونحن نتباكى على اراضي اربعه الاف وعشرين الف وكذا وهذه راحت هذه سله القذاء العربي نعم. اللي ذهبت دون عوده للاسف يعني أه نشوف كبيه. صوره اخرى باب اللطيف مع الملك مع سلمان الملك سلمان رجل الحكمه الحقيقه يعني. السعوديه ما شاء الله كابر عن كابر رجال حكمه يعني ما من منذ 70 و80 سنه هم من هم المشهورين بخط الحكمه ضمن المحيط العربي عندما مالت الناس الى الشيوعيه والثوريه وأن بقيوا على خطهم وانتصروا بالخط كل ال كل الهجوم اللي اتاهم الحكمة السعودية وأنا يمكن على فكرة قبل يومين ثلاثة بالبي بي سي كان أمام إخوة عرب قالوا والله أنتم عندكم نفط قلت النفط بالخليج الثروة بالخليج ليست النفط هي الحكمة حكمة القادة الملك سلمان على رأسهم هذا الرجل شديد الثقافة شديد الحكمة وكابر عن كابر كل مرة يأتينا حاكم تجد لديه الإنجاز ويضيف للي بعده الملك سلمان لا شك أنه من يوم الأول إنجازه مثل ما قال حتى أمين عام الأمم المتحدة إنما أنجزته في عشرة أيام لما زاره بعد عشرة لا تنجزه دول بعشرات الأيام ناهيك نعم. عن حتى القوة اللي الآن بدأنا نشهدها بالمملكة في كل النواحي التحالف العربي أنا أعتقد أنه قرار شجاع ولو سكت المملكة وسكت الدول الخليجية لكان الوضع الآن لا يحمد ذكراء كانت يمكن الفوضى وصلت إلى الدول الخليجية نعم بقت هذا والان شوف الوضع اللي انتقل ما بين كانت 90% من اليمن عدا العدن ساقطه تحت الانقلابيين اليوم العكس 90% تحررت بقت 10% واول ما تسد هذا وهذا الامر مو ضد طرف المملكه بحكمه شديده جت حق اليمن قالت حق علي عبد الله صالح انت امن في بلدك رغم ان الثوره عليك ومالك لك وانت كان مجروح وعالجناك، وجت حق الحوثيين قالت انتم ست حروب قمتوها على الدوله، المفروض نخرجكم من الحوار، انتم ضمن الحوار، ودشوا هذا دستور جديد وانتخابات جايه. نعم تحالفوا اخذتوا اغلبيه حكموا. الجماعه ينقلبوا ويهددوا امن المملكه ويهددوا امن الخليج بالتبعيه، بالتالي يعني لقاء الملك سلمان لقاء حكمه ولا نعم, نعم. <applause> <applause> ما شاء الله ابو عبد اللطيف يعني الجلوس معك والكلام معك يعني احس اني كني في مكتبه ما شاء الله مثل الله مثل المكتبه اللي شفناها مساع في الله التقرير الله مكتبه بيتك وبنشوفها بعد مره ثانيه حل النزاعات بين الدول العربيه شو يقول بهالكتاب دراسه في القانون الدولي شو يقول بهالكتاب يقول الدول العربيه عليها ان تحل مشاكلها بعيد عن قوة السلاح بعيد حتى عن التفاوض الثنائي قال الثنائي يمكن دولة قوية ودولة ضعيفة عليهم دائما أن يلجأوا حاطلك السبل لا يجوز استخدام القوة بين الدول العربية وإذا قامت دولة باستخدام القوة ضد جارتها على الدول العربية كلها أن تجيش الجيوب وتردعها عبد اللطيف تكلمت عن كتاب حل النزاعات لا هذا الاكثر تدري منو كاتبه هذا؟ كاتبه الدكتور سبعاوي الحسن نعم. آه. شقيق صدام حسين آه. وهذه لهذا السبب شوف على فكره هذه المكتبه واحده من اربع بالبيت البعض نعم. يقول ليش الواحد يكتب هذه ما شاء الله, الله. اي لا, لا عندي اربع مكتبة حتى بغرفه النوم عندي مكتبه ضخمه البعض يقول ليش الواحد يكتب عشان اولا نعم. لفهم افضل لما يحدث ولعمل رؤى مستقبلية دقيقة من كثر ما تشوف من تاريخ الدول والأمم تستطيع أن يعني تقرأ قراءة صحيحة للقادم كذلك هذه تقوي حجتك أمام خصومك هذا كرت كان المفروض نستعمله لأنه هذا ما يقول سبعاوي الحسن سبعاوي الحسن قبل حتى صدام حسين بعام 80 82 قال أن المفروض لا يجوز سماع إعلان قومي استاذ سبعاوي الحسن يقول لا يجوز لدولة ان تعتدي على اخرى <applause> لا يجوز حتى التفاوض الثنائي قال التفاوض الثنائي قد تكون في دولة قوية ودولة ضعيفة طيب احنا وعلى الدول ان تلجا الى محكمة العدل او الى جامعة الدول العربية خلاصة الكتاب هذا أعمل. إيه طيب أنا سنة تسعين أول ما رفعوا المذكرة قالت الكويت الكلام اللي أنت قالت اللي قلته إيه؟ قالت الكويت خلونا نروح للجامعة العربية ايش قالت العراق قالت لا علينا أن نتفاوض ثنائياً طيب أنت أخو الحاكم ورئيس إيه طيب. مخابراته واللي حكم بالكويت لاحقاً يقول هذا أمر لا يجوز مم. فالقراءة تساعد بهذه الأمور خاصة لدولة ضعيفة آه نظل إحنا دولة صغيرة نعم تقول حجتك لأن تظل أنت وهذه يمكن اللي استخدمناها أبان الاتجاه المعاكس مم. <applause> واللي انا اعتقد انه قير استفدنا منه استفاده لا تعد ولا تحصى او وقناه الجزيره. احنا اصحاب حجه واحنا اصحاب حق وبالتالي اذا تكلمنا فقط بفضائياتنا ومحطاتنا ما نسمع الا بعضنا بعض. لازم تذهب للمحطات العالميه ومنها الجزيره حبيتها ما حبيتها منتشره جدا نعم. تجاه المعاكس كان مشاهد نعم. جدا فعليك ان تذهب وان تقارع الحجه بالحجه وانا اعتقد ان احنا استطعنا ان ننتصر في كل موقعه قامت نعم. حتى دحرنا كلمه الكويت المحافظه التاسعه عشر يعني قبلها كان البعض يظل يردد انتم تابعين للعراق انتم لكم تبعيه تاريخيه نعم. لما طلعنا القائلين بهذا الامر بالاتجاه المعاكس وحاججناهم وقلبناهم بالحجه ما عادت هذه الدعوه قائمه وانا يمكن اقول شيء خطر جدا وهذه فائده القراءه قبل مده بعث لي الدكتور حمد العيسى وهذا من افضل المترجمين العرب نعم. كتاب انجليزي هو ترجمه فيه تفريق لكل اجتماعات مجلس قياده الثوره بالعراق نعم وكلامهم فمن الامور اللي حدثت بال95 وفرقها وقعدت تقراها نعم. قول صدام انه ان الحصار الاقتصادي بدا يضر بنا وبدا يخطط لخطه اسمها الانتقال للضفه الاخرى ان الكويت وهالمره مرة ثانية. إيه نعم مره ثانيه وهالمره نضع شرط انه ما نطلع الا ان يسقط الحصار اللي رب العالمين يعني كتبه انه بذاك الوقت يقوم حسين كامل وصدام كامل ازواج بناته والمسؤول عن التصنيع الحربي وعن الكيمائي وكذا نعم. يهرب الى الاردن فت يعني ينتقل الحديث الى الخوف مما قد يفصح عنه حسين كامل نعم فنعم انت هذا الى 95 قبل ان نظهر على الفضائيات كان لا زال في شعور ان الكويت لا زالت مستضعفه حجتها لا زالت ما ظهرت ولا زال كثير من المفكرين يرددوا ان الكويت ما هي الا محافظه او قائم مقام انا نعم. اعتقد انه الاعلام الكويتي نعم. استطاع نعم. نعم استطاع ان يستقل ويستفيد من الوسائل وكان الاعلام الكويتي نفسه سواء الـ يعني الاعلام بأكمله اعتقد إيه نعم استطاع ان يوصل رساله قويه انه الخليج والكويت ليس لقمه سائقه لمن يريد ان 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 شاء الله <applause> هذا كتاب واحد ما شاء الله خذيتنا في في قصه كبيره ما شاء الله عندك بعد كتاب تفضل اللي هو نوادر المهداوي انا عندي مو نوادر المهداوي نعم. عندي كل محكمات. محاضر محاكمات المهداوي نعم. لان اذا بتقرا التاريخ بدقه عليك ان تذهب الى تفاصيل التفاصيل نعم. والحقيقه يعني هناك الكثير مما يتم فهمه بشكل افضل سواء من محاكمات المهداوي او نعم. المحاكمات السابقه في مصر وغيرها نعم. يمكن البعض ما يعلم انه محاكمات المهداوي اولا هي اخر محاكمات معلنه بعد ما حل الظلام مال صدام حسين نعم. ما اصبح في محاكمات معلنه هذه كانت منقوله نعم. على التلفزيون نعم. البعض الاخر انه القاضي يكون خصم هذه قلطة ضخمة بحق المهداوي بس هو أخذها من محاكمات سابقة تمت في مصر نعم. بالـ 54 كان كمان جمال سالم أخو صلاح سالم ضابط وكان يجلس بالمحكمة في قضايا بها حكم إعدام ويكون هو الخصم طيب أنت قاضي إذا أنت تهدد وتتوعد بعدين كان فيها نفس العذرا على الكلمة الهزء اللي صار بعدين في محاكم المهداوي أن يجيبون ناس بالمحكمة ويبدأ يسبون ويشتمون ويقعد حتى بمحاكمة جمال سالم أنت الست اللي قاعدة هناك ده كلام ينقال ويصير يعني قافية مثل ما يقولون نعم أي نعم فهذه محاكمات المهداوي علق يعني دونت الآن كان فيها عنف نعم بس كان فيها أمور موجبة أولا حقيقة لم يكن للطائفية شأن بها يعني تشوف في محاكمة حقيقه لم تعرف العراق الطائفيه أنا ذاك يحاكموا مثلا فاضل الجمالي مثلا شيعي تشوفين من يح يعني من يقف بصفه ناس سنه من القيادات السنيه والعكس ما كان وحتى هو فاضل عباس المهداوي اتهم بالشيوعيه بس ما كان ما عنده توجه طائفي على الاطلاق يعني اذا كان أنيف على الانيف على سنه وشيعه واكراد واذا مرات يتسامح ويتفاكه على الجميع، فحقيقة العراق لم يعرف الطائفية الا لما جاء صدام حسين. نعم، فلطيف الحين دائما قراءاتك في هذا النوع من الكتب السياسية والتاريخية ام لك نقول توجه اخر في القراءة؟ والله انا اريح بكتاب بكتاب اخر ومرات انوع هذا زين اللي سألتيني نعم انوع اذهب الى كتب علمية، كتب تاريخية، مم. طبعا كتب السياسية هي يعني الاعم الكتب التاريخية مهم جدا خاصة بآخر مئة سنة أقولها بفم الآن م. تاريخنا العربي مزيف 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 حتى الثمالة والأقلب هو 180 درجة عما يفترض يعني الهزيمة تتحول إلى انتصار باهر بما انك حولت الهزيمه الى انتصار ما تتعلم الدرس منه يعني معقوله يعني كذي يعني جدا جدا نفيت جدًا, جدًا, تاريخ جدًا, جدا هذه الحقيقه لاني انا اطلع اولا على التاريخ بطريقه لاصقه واطلع على ما يكتبه الخصم واطلع على الكتب اللي تصدر بالقرب عشان تكون الصوره متكامله ما انت شلون يعني المترجم لا 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 حتى بالانجليزي انا اقرا بالانجليزي عندي عندي مكتبه ضخمة بالانجليزي راح تكتشف كل اللي قلناه كل كل اللي اعتقدناه بأقلب قضايانا حقيقة مم. الحال وهذا اللي يمكن يكون للوقت عشان أكتب زيارات جديدة للقضية الفلسطينية ولحرب الستة وخمسين ولحرب السبعة وستين وحرب الثلاثة وسبعين وقزو الكويت لأن احنا ما نتعلم تتكرر يعني شوفي سبعة وستين هزيمة السبعة وستين هي نعم. نسخة طبق الأصل من حرب الستة وخمسين بس لأن الستة وخمسين اعتبرناها انتصار ظل أبقينا نفس القيادات فكرروا الخطا فتكررت الهزيمه. مم. لبنان غزو 78 نعم. هو نفس غزو 82 هو 78. العراق هزيمه ال 91 لنحولها حولها الى ام المعارك والانتصار انهزمها بنفس الطريقه بال 2003. تاريخ يكتب ببعد كامل عن الحقائق وبالتالي لو اردت ان اكتب التاريخ العربي اعيد جدا راح تكون زيارات جديده وراح يكتشف ولا اقول ولا ادخل الميول ولا رأيي الشخصي أنا أقول الحقيقة كما هي وحط لك المراجع اللي م. تبين أن الحقيقة أبعد ما تكون نعم. حتى في تقييمنا للأنظمة الأنظمة اللي اتهمت بكل الموبقات وسقطت في مصر قبل 52 وبالعراق ب 58 وبليبيا ب 69 راح نكتشف أنها هي أفضل ألف مرة مو بس من بعدها أفضل ألف مرة مما قيل بحقها إحنا ناطرين الدراسات والكتب هذه إن شاء الله ورد. إن شاء إيه الله, الله. يا رب طبعا هو في سؤال بس تقول يقول يعني جواب على ألا السرعه ابي اخليه سالفتك مع الورد الحين عرفنا الكتب <تصفيق> <تصفيق> يعني تبي تصحى الصبح شنو اجمل شيء يمكن تشاهده؟ ما احنا مشكلتنا بالكويت لا عندنا ش... إيه؟ انهار ولا جبال ولا شلالات بالتالي إيه؟ اذا ما تحط لك ورد ما راح تفتش الدريشه تلقى شلالات طبيعيه ولا انهار يوميا ولا يوميا تشوف ورد ما شاء الله اي يوميا لازم اشوف دوم ايامك ورد باذن الله, الله, كل, الله. كل الشكر <applause> لك وزير الاعلام الاسبق سامي عبد اللطيف النصف كان حوار جدا ممتع يمكن <applause> تشعبنا فيه باكثر من قضيه لكن بشكل عام انت اثرتنا شكرا لك استاذ ما قصرت الله يسلمك فاصل خلكم معنا في ضيف ان شاء الله